وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية. إذن نرحب بك سعادة الوزير في نشرة أخبار الثامنة. ما أهمية إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة بمملكة البحرين؟ أمسي عليكم وعلى جميع المشاهدين. في البداية حبيت أثمن قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الأمر الذي يعكس حرص مملكة البحرين الراسخ والمرتكز على الدستور البحريني بأهمية توفير البيئة السليمة والملائمة لحماية ورعاية الأطفال، إلى جانب إيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة مستدامة وتكفل له المشاركة الفاعلة، وهذا ما أكدت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لضمان حق الأطفال في الصحة والتعليم والاستقرار والنماء. إن جهود مملكة البحرين في حماية الطفولة عبر مبادراتها الوطنية والتنموية جعلت منها في مصاف الدول المتقدمة لصون حقوق الطفل في المملكة. نعم سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.